رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة عزيهم، والذين في الشدائد يا ربي أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضل من يجدها قيمتها تفوق الليالي، فقد زنى بها. تفوق الليالي، تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص جامعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس، ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها طويلة. انت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله، مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. اخ يا الله، اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار، دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش احسن ممشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كم سنة ان شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن اليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك. ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه نديها له. حاضر يا باشا، حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب،
مؤتمرات ايه بس يا لؤي؟ مؤتمرات ايه؟ احنا لو قعدنا 100 سنه في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لا عارفين نبني كنيسه ولا حتى نصلح ضوء ميه في كنيسه من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنه. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدوله؟ طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومه؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسه، وثلاث ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رايك مديرين بنوك ورؤساء مجالس ادارات شركات استثماريه الكبيره كلهم مسيحيين. اي والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمراً طيباً نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. سلام الله عليك. بقال الله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم اخوك بالنسبه لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عشان تجوز عليه الرحمه لازم تواصل الجهاد اللي بداه الشيخ اسامه،
وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وبعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما محبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها حب ومحبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. مالها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. ربنا عوض عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود؟ نسافر، نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي، ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجه. ربنا حمينا يا ويليام، متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، واحنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. باسم الصليب. مين؟ ابدا يا استاذ بولس، انا اللي هو مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنه وشيعه، واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس، انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. باسم الصليب. مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده، انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس لفتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا،
يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه، ولو اتضايقت هناك احنا مسايبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. قال لي يا بلاد الشيخ حسن حاجة يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. اه ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال... عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك، وعد عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر لمؤاخذه يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مال الجار اللي واقف فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا رز من الإيه؟ لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه أنا وأمه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال الشيخ حسن العطار بنفسه؟ الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. الا هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خلي جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. أنا آسف يا مولانا، أنا آسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا.